السلام عليكم. اليوم فيديو على شمس اصطناعية صينية تعمل بالطاقة النووية تباشر إشعاعها. وضعت الصين مفاعل الاندماج النووي الخاص بها حيز التشغيل للمرة الأولى في خطوة منها نحو تكنولوجيا ستوفر في نهاية المطاف مصدرا قويا وغير محدود للطاقة النظيفة. يعمل العلماء الصينيون على نسخة أصغر من تلك التقنية المتطورة منذ عام 2006 في تجارب مصممة للتمهيد لعملية توليد الطاقة على نطاق واسع في المستقبل. وفق وسائل إعلام رسمية صينية، سيوفر هذا المفاعل النووي الجديد أيضا الدعم الفني للمفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي يرمز إليه اختصار بإيتر، علما أنه الأكبر في العالم الذي يجرى العمل على إنشائه في مرسيليا بفرنسا. والصين واحدة من بين 6 دول إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تعكف على تطوير مشروع المفاعل. منذ عقود اهتم العلماء بالاشتغال على الانصهار النووي الذي يعتبره البعض الضالة المنشودة في إنتاج الطاقة. تهدف المفاعلات إلى محاكاة فيزياء النجوم من خلال دمج النواة الذرية وإطلاق كميات هائلة من الطاقة في المستطاع التحكم بها وتحويلها في نهاية المطاف إلى الكهرباء. خلافا للانشطار النووي وهي العملية المستخدمة في محطات الطاقة النووية، ينتج الانصهار النووي قليلا من المخلفات الإشعاعية وينطوي على خطر أقل فيما يتعلق بالكوارث البيئية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.